بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة من المناهي التي نهى الله عنها، فقال: منها القول على الله بلا علم، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنها أن يقال عليه غير الحق، كقوله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقوله: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومنها الجدل بغير علم، كقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره، كقوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. ومنها الجدل بالباطل، كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومنها الجدل في آياته، كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، وقوله: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وقوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ونحو ذلك. مثل قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، وقوله: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه التفرق والاختلاف، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إلى قوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وفي مثل قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وفي مثل قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله، كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو، وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض،
وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا. انظروا ما أمرتم به ففعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث أو نحوه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم بين الشيخ رحمه الله أن ما كان من أصول الدين فإن الله لم ينه عن معرفته وتعلمه والسؤال عنه حتى يعرف. قال رحمه الله: وأما أن يكون الكتاب والسنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون، اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل، كقول عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وكقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو مثل قول حق يستلزم فسادا أعظم من تركه. فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. ثم بين الشيخ رحمه الله درجات وجوب معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وعلم الكتاب والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر به أعيانهم، فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. وإلى هنا ينتهي ما أردنا اقتباسه من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الحلقة، وهو يضع منهجا للمسلمين عموما وللدعاة إلى الله خصوصا في أن يتكلم كل واحد بقدر علمه، ويتوقف عما لا علم له به، ولا يتكلم بما يعلم إلا حيث يكون السامع قادرا على استيعاب ما يسمعه منه، فإن كان غير قادر فليمسك عن الكلام معه. وهذه قاعدة يجهلها كثير من الدعاة اليوم، حيث يطلقون الكلام بلا عنان في كل محضر سواء طابق مقتضى الحال أو لم يطابق، وهذا مفسدته أكثر من مصلحته. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.